الفكرة جت بداية من وسيلة إعلانية كده كانت بتعلن عن مبادرة خير لأي حد عنده فائض زايد عن حاجته ما بيستخدموش، ممكن يتبرع بيه لأي حد تاني مجانا. عجبتني الفكرة، وخصوصا ان انا كان عندي مشكلة في البيت، عندي في الدواليب كان عندي فيه لبس ما بيتلبسش، لبس صغر عليهم، لبس جايبينه جديد وما استفادوش بيه ومش مرتاحين فيه فركنينه. فما الفكرة دي عجبتني رحت ايه منفذها، فشجعني على التنفيذ ان المكان هنا واسع، المدخل بتاع عمارة العيلة عندي وفي وسط المحطة في وسط حلوان. بداية أنا كنت بعملها في رمضان، وبعدين لما أنا جه موسم رمضان خلص وكنت متخيلة أن رمضان ده الستوك اللي عندي هيخلص وهلم شماعاتي وهاخد بعضي واطلع شقتي. اللي حصل بقى ان انا الستوك اللي اتبقى بقى اكتر من الستوك اللي انا بادئه بيه، لان طبعا كل الناس بدات تجيب لي. ففكرت بعد كده ان انا اعملها مواسم، لغايه لما اتجمع معايا بعض ناس افاضل جزاهم الله خير، عملوا كونوا معايا فريق عمل. ما هم اللي بيتبرع بقى مش بيتبرع بفلوس بالملابس بس، بيتبرع بمجهوده كمان، فابتدوا يجوا معايا يساعدوني. فلما بقينا مجموعه فريق عمل كبير الحمد لله، ابتدينا ايه نعملها يوميا، بدل ما تبقى مواسم تبقى يوميا، بحيث ان اي حد يجي عايز يتبرع يلاقينا موجودين في مواعيد ثابته. اي حد عاوز يجي ياخد حاجه بيجي يعملها بمواعيد ثابته. فكره بدات بدايه كمان بحاجات بسيطه جدا، ان انا كنت بدق مسامير في الحيطه وبعلق الشماعات الفاضيه، بعلق عليها الفساتين والبلوزات والجيبات والبناطيل وكل الحاجات اللي كده. وفي الحاجات الرفايع بقى دي كنت بفرش مثلا ملايه في الارض واحط عليها الحاجات ككومه كده، بحيث ان اللي يدخل ينقي منها ويفرز منها اللي هو محتاج. ابتديت انشرها على صفحتي وانشرها على الجروبات اللي انا كنت مشتركه فيها ساعتها، ابتدت الناس تعرف والفكره تنتشر، والحمد لله بدانا كان في رمضان 2015. فتقريبا احنا دلوقتي في رمضان، لو حسب موسم رمضان يبقى احنا كده سادس رمضان او سابع رمضان تقريبا يعني. طبعا كان اي حد بيدخل بيعرف ان مثلا ده مجاني، يدخل مثلا عايز ياخد قطعه او اتنين او تلاته، ابتديت اقول لا كل فرد من افراد الاسره بياخد قطعه. شويه شويه ابتديت انظم الحكايه، ان انا اي واحده هتيجي بسجل اسمها عندي، بطلب منها صور من البطاقه الشخصيه بتاعتها، صور من شهادات ميلاد ولادها، لو مطلقه تجيب لي صوره من قسيمه الطلاق، لو ارمله بتجيب لي صوره من شهاده الوفاه، علشان اضمن انها لما تيجي تاخد قطعه لكل فرد من افراد الاسره، ان لما تقول لي ان انا عندي خمس اولاد يبقى هم فعلا خمس اولاد، لما تقول لي ان عندي مثلا ولدين او طفلين يبقى هم طفلين فعلا، فعشان ما حدش ياخد اكتر من احتياجات. انبثق من الفكره دي فكره ان انا بقى عندي بيجيني حاجات سواريهات، فساتين افراح. يعني جت الفكره ان انا ممكن اخد الفساتين دي احتفظ بيها، واي واحده محتاجاها تحضر بيها مناسبة أو تحضر بيها زفافها أو خطوبتها أو عيد ميلاد أو كده، تيجي تاخدها بصورة البطاقة وتحضر بيها المناسبة بتاعتها وبترجعها لي تاني. أنا المفروض إن أنا كنت بشتغل لغاية شهر مارس بشكل فردي بدون بشكل غير رسمي اساسا، لغايه لما ناس كتير قالوا لي المفروض تعملي تشهريها تبقى جمعيه رسميه. فالحمد لله يعني مشيت في الاجراءات بعد ما ربنا اكرمنا بفاعل خير جاب لنا مقر، والحمد لله عملنا الجمعيه. واحنا كنا الاول اسمنا هاشتاج فاعل خير حلوان، دلوقتي بقينا هاشتاج جمعيه فاعل خير لمساعده الغير، بعد ما بقت جمعيه مشهره الحمد لله في شهر مارس اللي فات. فده هدفي في المستقبل ان شاء الله، ان انا اعمل توعيه للناس تفيد الناس، يستفيدوا من يعني ينموا نفسهم وينموا البيئه اللي هم عايشين فيها.